متابعين معكم محطاتنا، وراح نكون هلا بالمحطه الاخيره مع الشيف شادي والكانيلوني. ليه عم تفوت على كادري؟ بدك اياني فوت على كادرك؟ لا اوكي. ورجت ملاح مع الشيف شادي. قلت ايه، قلت لا غصب عني فيت على الكادر. اوكي احبائي اللي ما كان معنا صار معنا، برجع بعيد بسرعه فائقه. مي عم تغلي، لكل لتر واحد ملعقه صغيره من المي، بنحط لكل لتر مش اكثر من ثلاث اوراق من اللازانيا، مش اكثر، حرام اوكي، لانه ورقه كبيره. هلا مش كل انواع الباستا هيك، لا عم نحكي ورقه اللازانيا ان كانت طازه او ان كانت دراي. دراي معناتها ناشفه، يعني مسحوب منها المي. جينا غليناهم، انا عم فرجيكم وحده هلا كمان عم تغلي، انا هلا ما بدي اخذها لانه صارت مستويه كثير، بس كنت بدي افرجيكم اياها. شفناها؟ بنشوفها؟ شفناها؟ وني؟ شفناها؟ كيف بدنا نشوفها؟ لك وينها هون؟ فقوسي؟ لك وينها هون؟ عم تغلي بالمي، حلوه كثير بتعقد، انا راح اطفي تحتها هلا عادي، وانتقل هون للمي اللي حدا اللي شاف شادي كمان شو عمل؟ نقل من المي اللي عم تغلي على المي المسقعه مرور الكرامي الباستا، وهون رح احط نقطه صغيره زيت من الزيت الزيتون، وبجي هيك بفرك ايدي شوي صغيره منيح، وبجي بعملهم كمان مثل الساعه. ليش عم برجع اعملهم عن جديد؟ لانه في عالم بيكونوا وصلوا هلا تيحضروني، فهمتي كيف؟ فمنكرر المحاوله حتى يقولوا ما فهمنا، طلعوا شو حلوه. واذا كان وحده انت مخزوقه شيء؟ لا مش مخزوقه. انت مخزوقه شيء؟ هلا حتحكيهم وحده وحده؟ لا انت مش مخزوقه، انت مخزوقه شيء؟ لا مش مخزوقه، انت مخزوقه شيء؟ انت مخزوقه، وانت مخزوقه شيء؟ انت مخزوقه، ما خليهم بالنص، شغلي يعني. يا من هون لك عم نكب المي اللي عندنا هلا كلها سوا، اوكي مش بحاجه، نرجع كمان بناخذ كمان عندنا هالمي هون، المهم نفهم، ناخذ نحن هالمي كمان المغليه وبنكبهم كلهم سوا. وهون يلو يلي بده يجلي. وهلا ننتقل، الباستا صارت انا عندي اياها هون اوكي، حاططها بهي الطريقة، وعندي هون بمسح شوي صغيرة هالطاولة أنا قدامي. يا بي ما أطيبك من حصتك. يوه ثانك يو. اوكي هيدا لإلي. ليكو الشيف شادي شو عمل هون؟ عملوا معروف، خليكم معي واتركوا غيدا شو اسمه دغوس تسبح بالبطاطا المحشية سومو وساور كريم. ما هو انبسط عطاني صحنة حتى هلا اتركه ياي. خلوا غادة تسبح، يعني غادة خليني كفي. يا غادة ده غيدة عم انتش انا، لا عن جد يعني غيدة وغادة، فينا غير اسمك مثلا؟ ما فيك تعمل شغلتين بنفس الوقت. نعمل جورجيت، نعمل روز، انطوانيت. لحمة زيت زيتون بصل وثوم، لحمة زيت زيتون بصل وثوم، ما حطيت شيء ثاني ابدا لهلا، مكنة عادي بسرعة فائقة يا شيف شادي. بجي انا بنسقط نحن هاللحمة اوكي بقلب هالمكنة، وهون بنزيد ملح وبهار بيطلع عنا بعدين اوكي، او حتى اي نوع من البهارات، ممكن كمان يكون روزماري، فينا نحط جزر، فينا نحط كمان كرابس، فينا نحط شو ما بدكم، بيطلع معنا حشوه، ممكن يكون محل اللحم دجاج، محل اللحم ممكن يكون اي نوع من الخضره. ونجي عجينه لا عم شوف اذا بتسمعيني بال شو اسمه بال انا اصلا ما عم بسمعك اللي كانت عندي عم باكل ماني عم بسمع. اوكي ليكو شو عملت انا هون بالحشوه هلا، طلعوا كمان شو حلوه، هون صرت انا عندي اياها كلها مفرومه ناعمه، البصلات وكذا، يعني في كمان عندنا السبع اعين اللي عم بيصورني هلا، سالني ليش البصل عامله كبير يا شيف شادي، فانا جاوبت وقلت له لانه بعدين بدي انا اطحنهم بطريقه كمان كثير حلوه حتى يشوفوا كمان المشاهدين كيف فيهم يعملوها، حتى فينا نعملها لحم وقطع كثير كبيره. ودائما دائما الشيف شادي كل يوم عم يجي يحط لمسه زياده، لمسه زياده على الوصفات تبعوله. شو هي اللمسه اللي اليوم راح يحطها الشيف شادي، او الشغله اللي كمان بنستعملها زياده بنعطيها طيبه، يعني بتكون هيك، شو بده يستعمل اليوم الشيف شادي؟ بعد شوي صغير رح نسال غيدا، وانتم تبلشوا تكتبوا هلا وصفه البطاطا قدامكم ووصفه الكانيلوني، وانا هلا بدي اخلط مع الكانيلوني ملح وبهار، وراح احط فيها جبنه الريكوتا. لكن هون هيدا الملح فوق الحشوه، وهيدا هون يا شيف شادي. اوكي وصفه البطاطا على الهواء، عم نشوفها كيف عملنا البطاطا، كيف حشيناهم، كميه الساور كريم، كميه كمان الصموف في ماء، صحيح نحن حطينا اقل لانه غيدا اكلت منهم، بس معلش انتم كمان بس تفتحوا الصومو كمان بدكم تدوقوا، طلعوا شو حلوين. هيدي الحشوه انا فيني احشي فيها مثل ما هي هيك، بس الشيف شادي اليوم رح يجي على الريكوتا يحط هيك شوي صغيره من الجبنه بقلبها،
ويجي يبلش كمان بهالطريقه. اوكي ليش هيك؟ يعني هيك مثلا واو هيك انا اعطيتها طعمه الجبنه، عم بعطي افكار. اوكي فهلا بالوصفه مكتوب شيء وانا هون زدت لمسي، شو هي الشغله اللي انا زدتها اليوم من عندي يا غيدا؟ جبنه الريكوتا. جبنه الريكوتا، يعني نحن مش كاتبينها بقلب الوصفه، رح تشوفوها بعد شوي، بس الشيف شادي اليوم قال هو سيفعل ذلك لانه بيعطونا طعم زياده حتى الموتزاريلا فينا نعملها حتى كل شيء. شفت انا شو شاطره بس شلحنا بسرعه، شلحنا بسرعه، حطينا هون الكانيلوني كمان على الهواء عم تشوفوها كمان هلا. ليكوا شو صار؟ بعد ما صار بل رح يصير. اوكي طنجره ولعت تحتها بسرعه، حطيت تحتها شو؟ زيت زيتون. او مش تحتها، حطينا فيها. صح كيف حطها تحتها يعني؟ حطيت تحت الطبخة. عم تركبت الجملة غلط. أوكي. حطيت تحت الطبخة مزبوط. تحت الطبخة صفر. برافو عليك يا غيدة، أنا هذا اللي قصدك. أنا بمزك دايما على الهواء. حتعمل إيه من دوني؟ حنعمل إيه بالطنجرة اللي بقلبها في زيت دوني. زيتون؟ إيه؟ رح نعمل صوص بتعقد بتجن يلي بدنا نحطها وين؟ على الكانيلوني بعد شوي. تعلمنا البطاطا، تعلمنا حشوة السمول للبطاطا، تعلمنا كيف بنسلق اللازانيا، كيف بنبردها لكوينا هونيك، تعلمنا كيف نعمل حشوه اللحمه او حشوه من حشوات اللحمه اللي ممكن تكون للازانيا، ممكن تكون للرافيولي، ممكن تكون لاي نوع كمان من سمبوسك، فطاير، شو ما بدكم فيكم تعملوا، اوكي؟ فيكم تعملوا منها شو؟ اوكي، يلا سمعنا، شو عملت انا هون يا شيف شادي هلا؟ بندوره، طلعوا دغري بندوره على شو؟ على الزيت. وهلا بعد شوي رح نجيب الكريم فريش. وكمان شفتوا قدامكم الخلطه اللي عملناها من يومين اللي عملنا منها الاومليت المبرومي او الاومليت المحشيه او الكانيلون المحشيه اللي هي فيها حليب وطحين، هيدي عجينه بتطلع شوي سائله وبنعملها بشكل كريب وفينا نحط فيها الحشوه، يعني فينا نستعمل محل هيدي العجينه، شو فينا نستعمل؟ نعمل اومليت مبرومي رقيقه او كريب ونحشي فيها الحشوه وفينا نسميها كانيلوني بعدين. اوكي معي ولا مش معي؟ انا معك دائما. نعم كيف البطاطا؟ جيد بتجنن. مش شرفك طيبه معي؟ معي وشو جربوها كثير هينه ومش كثير غاليه. كثير طيب ايه كتير وعملت كمان كميه كبيره. اوكي ضعنا بقول لك هلا حبيتها كثير. والله هلا حبيتها ايه كثير. كتبتها بالنشره ولا ما؟ حتنزل بالنشره. يا عالم منيح. يلا هون عندي بندوره حوالي الكوب واحد من البندوره الطازه، حوالي الكوب واحد من فينا كمان تكون صلصه بندوره، كوب واحد من الكريم فريش بهالطريقه، خليهم يغلوا بعد شوي صغيره، وبهالوقت انا بيجي الشيف شادي بحط على ايده كمان او لا مش على ايده بحط على الطاوله. شادي ليه حطيت بيبي توميتوز مش توميتوز العادي؟ فيك تحطي، انا قلت هلا فيك تحطوا صلصه بندوره بس البندوره تعطيني طعمي اطيب. اوكي اوكي مختلفه، حتى في عالم ما بيحبوها هيك، بيحبوا شو؟ بيحبوا تكون صلصه. لكن انا شو عملت هون؟ عم وسخ الطاولة بروح بالزيت انا بطلع شو بعمل بجي بوسخ الطاولة مزبوط وببلش بيجي على الكانيلوني بدنا نعمل شي ثلاثة أربعة اوكي قدامكم والباقي بنعمله بعدين طلعوا كيف انا بعمل حطينا وحدة هون شايفين وحدة هون بجيب وحدة ثانية طلعوا ما لزقوا على بعضهم أبدا وحدة ثانية شو بعمل بحطها فوقها مبسوطة ولا لا؟ وحدة ثالثة وين؟ معي ولا لا يا شباب؟ كمان هون فوقها رح نعمل أربعة نعمل أربعة اوكي بعدين بتشوفوا انتم كيف خلينا نعمل كمان خمسه رح شيل انا هودي من هون هيك حطهم هيك تشوفوا قدامهم كيف وبنجي بنلف الكانيلوني اوكي مالنا خمسه مزبوط فيكم تكفوا هلا لمحل ما بدكم وتخلصوهم كلهم هلا انا بعدين اكيد رح اخلصهم رح احطهم هلا هون بالوقت الحاضر رح اجيب انا الحشوه رح اجيب الحشوه انا هون طلعي نحن دائما بس يكون عندنا ساك ابوش او كيس حلواني بيكون في له راس بشيل الراس منه حتى ما تعلق فيه اللحمه ايه لا فهمت علي كيف؟ من دون راس بجي انا بشتغلها لانه كبير مزبوط بهالطريقه الحلوه رح تشوفيها انت كيف وكيف نحن اليوم فينا نحشي سوري معلش 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 صار بقلب الجاروج يا معلي لانه ما انتبهنا ولا يهمك يلا وهون شو صار عندنا هيك وبنجي نحن بنبلش طلع نزيح بنبلش هون تدعوا كيف هيك عندنا هالحشوه عملناها بالطريقه كمان وحده هون كمان ثاني اوكي قد ما بدكم كمان وحده ثالثه هذا الحشوات كلها سوا بهالطريقه وفينا كمان تستعملوا ملعقه اذا بدكم من دون اي مشكله اوكي وفيكم كمان يلا 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 اوكي وهون كمان اخر وحده فيكم تشتغلوها بهالطريقه الاخر انا فينا نعبيها بس اكيد ما رح نعبي مره ثانيه وهون صاروا عندنا بنبلش من فوق
ليكوا ايدنا كيف عجيني هيك بهالطريقه، ومنجي نبرمها كمان، بنبرم هيك بهالطريقه. شايفه كمان هون يا شايفه كيف نحصرها هيك، وبنجي نحن نبرمها كمان هون، بنجي نحن نمسكها هيك اللحمه كلها كلها علينا، وبنجي نحن هون وبنجي بنبرمها كمان هون، نحط الحشوه بنفوت ايدنا بهالطريقه، وكمان بنجي بنبرمون كمان هون. اخر وحده اكيد الحشوه طلعت على جنب، هيدي بنرجع بنردها لانه عم نشتغل على طاوله نحن نضيفه، عم نشتغل اكل، بنرجع بنبرم بنقربهم على بعضهم. طلعوا كيف، وبنجي نحن هون. بس هلا هون شو بنعمل باللي عم يزحته؟ اوكي هول هول، لا باللي عم يزحته عن الجناب. ايه هول نرجع نرد على الحشوه. اوكي بس انه قصدي كيف بدنا نكمشها؟ اه هلا بتشوفوا كيف. اول شيء هون الصوص هلا هيك يا شادي. رح نجيب اول شيء صينيه، اي وحده بنختار، مختار هيدي الصغيره، مختار هيدي الصغيره هون هيك، كمان هون كمان اللحمه دخلت فيها هون. بجيب انا سكين كبيره، اول شيء هون الصوص طلعوا لي فيها شوي، شايفينها اللي هي بندوره واللي هي كريم فريش. هون بهار، هون ملح، هون جبنه البارميزون بقلبها. اوكي صار عندنا صوص اللي هي كريم فريش، بندوره، بارميزون، ملح وبهار. اوكي فينا نعملها بس بشمال، بس صلصه بندوره مثل ما بدكم. جيب سكين كبير، ناخذ النص، طلع كيف شوفها كيف، نجي بنقصهم بهالطريقه نعملهم اصغر. انت شو بدك؟ بدك انت تعملي اليوم بورسيون وحده؟ بورسيون وحده كم بدك اياها؟ بدك اياها اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثة بركي. ثلاثة؟ بجي أنا هلا شوي صغيرة. هلا أنا فجعانة ما فيك تلسني على حط شوية زيت على الأشياء اللي أنا بدي أشتغل، بدي أشتغل فيها. طلعي ها زيت شوي، بجي ثلاثة ها، واحد اثنين ثلاثة، باخذهم. بتعرف شو الحلو فيك شادي؟ إنه بتعطي كثير أفكار للمشاهدين إنه بتزق لهم. حتى هيدا السر، هيدا أو هيدا. إذا بتفوت من دون رح تلزق فيها، طلعي كيف؟ هون كمان، طلعي شو بدي أعمل؟ هون صاروا كل ثلاثة حد بعضهم، فهمت كيف؟ او كل اثنين حط بعضهم، وفين يكونوا كمان كل اربعه تنكون هيك كمان. طلعي ها حط بعضهم، وبجي انا هون هيك انا بفصلهم عن بعضهم هون شوي صغيره. بجي انا شو بعمل؟ بنجيب نحن الكفكير على الصوص، بنحرك اكيد البارميزون اللي بقلبها. طلعي كيف ها، حركنا 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 حركنا، وبنجيب نحن هالصوص عليهم كلهم. طلعي طلعي شو عم بيصير، طلعي شو عم بيصير، ولا ملتهية بالبطاطا مع السموط؟ طلعي شو عم بيصير، ملتهية بس بتطلع. طلعوا شو عم بيصير. هيدي هي هون الصينية إذا بتريدوا أحبائي، بنجي عليها هيك، بنشيل هالموتشاريلا. أوكي هالموتشاريلا ده معنا وقت، ده معنا وقت، وبنجي نحن هالصينية اللي هيك أو موتشاريلا أو حتى بارميزان، ما عليه حتى من بارميجانو ريجانو، بارميجانو ريجانو، بارميجانو ريجانو، بنحطهم وين؟ بالفرن. اكيد بالفرن بده يبقوا حوالي ربع ساعه. اوكي بالفرن مش دقيقتين مثل الشيف شادي، بس اخذنا فكره عن هذا الموضوع. اوكي انتبهتوا كيف؟ لكن نحن جينا سلقنا الباستا، جينا عملنا الحشوه من اللحم او من الدجاج او من السمك او بس اجبان لوحدها، جينا من بعد ما سلقنا هالباستا اللازانيا جينا نحن بردناها شوي صغيره بالمي المسقعه، حطينا على ايدنا زيت، فركناها شوي صغيره وحطيناها بقلب كمان مصفايه حتى تصفي شوي، وبعدين صفيناها على على هالرخام اللي عندنا، الخشبي اللي عندنا، المجلى النظيف اللي عندنا، او فينا نحط كمان شقفه تحته. انتبهوا في مليون طريقه، وبنجي بنحشيهم نحن باللحمه لوحدها او اللحم المجموعه مع الريكوتا او مع اي نوع من الاجبان القابله للدهن، بنحشي بنبرم بنلف بنحطها بقلب الصينيه، بنحط عليها اي صوص بدكم. فور تشيز قولي معي، يلا فور تشيز، يلا قول. بندوره مع فور تشيز، بندوره مع فور تشيز، بندوره مع فور تشيز وذره، بندوره مع فور تشيز بندوره مع فور تشيز وخضره تاني، بندوره مع فور تشيز وخضره تاني، خضره تاني مع فور تشيز وبندوره وطيبين السمويات. هل عندك خليني خلصك؟ اوكي بمعنى شو ما بدكم، من غير شيء انا باكل على مهلي، حطوا عليها كاسوس من فوق اي نوع من الجبنه، ساعتها شو بيصيروا؟ بتصير انه كانيلوني باللحمه مع صلصه روزي، كانيلوني بالسمك مع الموتزاريلا، كانيلوني بالخضره مع جبنه البري. اوكي يعني فهمتوا كيف؟ انتم شو بتحشوا وشو بتحطوا صوص؟ بتسموا الوصفه على ذوقكم انتم، وفيها صارت الام هلا بالبيت او الاخت او اي انسان عم يحضرني يعمل كانيلوني على ذوقه. كانيلوني ميمو، كانيلوني غيغو. غاده عم بحكي مش انت، شو الميمو؟ ميمو يعني مثلا تقول ماريا اسمها البنت، ايه بسميها كانيلوني ميمو. شيشو انت تقول غيغو، ان هيك فيك تسمي، كل واحد بسمي على ذوقه صار هلا الكانيلوني بالبيت.
اوكي شو كان اليوم الشغله الاضافيه للمسه السحريه شو كانت؟ انه خلطنا اللحمه مع الريكوتا. مع الريكوتا. اوكي يلا في جوائز ولا بس هيدا الصحن؟ انا وياكي بس بليز فيكي تحملي هول بايدك اعملي معروف. يلا اعطيني بايدي باخذهم بايدك هيك حلوين. والشيف شادي هلا هون هيك يا ماما شو عم بيصير هيدي هون طلع هون انا بيك. ايه هلا هي بدها ربع ساعة ما هيك اكيد انا شعلت الفرن من فوق بس عم فرجيكم انه نحن هون كيف انتهينا بالكانيلوني بعدين بنشيلهم كل اثنين لوحدهم. لقائي بكره معكم رح تكون على بكره معي غادة تنحكي عن ثلاث واربع مش غادة باردون رح تكون معي كارلا بفقرة كمان خفيف نظيف صح حتى نحكي عن عدة نقعات لأنواع من اللحمة ولأنواع من الدجاج ولأنواع من السمك ورح يكون كمان على بكرة عندي أربع وصفات في أربع نقعات بعقده فانطروني بكرة باي اليوم بنشوفك بكره فاذا بكره بكون معك دكتوره كارلا بنقول لها بنرجع مبروك على البي اتش دي تبعيتها محمل لي كل شيء رح اخذهم معي واتغداهم هلا شكرا لك شيف ودائما بنقول لكم شو بدكم؟ بدكم الاكلات؟ بدكم الاكلات؟ طيب نحن بنودع كل المشاهدين اكيد بقيت نهار كثير حلو بالعاده انا بقول لكم عبر عالم الصباح وعبر شاشه التلفزيون مستقبل دائما مش قادره بس لكم اياها شوفوا لبعيد ونحن بنشوفكم بكره